جاء متواكبا مع احتفالياتنا في يوم التسامح العالمي. هذا اليوم الذي يحتفى به عالميا في شتى أقطار المعمورة، نحن نعد أن هذا المشروع أو إعلان هذا المشروع جاء متساوقا مع هذه الاحتفالية. أنا أطلب من الإخوة دكتور محمد والدكتور محمد أن يجعلوا من هذه الأسئلة وهذه المداخلات إثراء وعناوين بارزة في أيضا نقاشات وفي إثراء هذا المشروع ومستقبله إن شاء الله. هناك ربما موضوع بين الحق وبين القيمة، ربما هناك تفسيرات مختلفة، ربما أنا أذكر منها جانب عناه القرآن في قول الحق تبارك وتعالى: وما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق. فالحق شيء والقيمة شيء آخر، أيهما يدخل تحت الآخر؟ فالقيمة تدخل تحت الحق والحق لا يدخل تحت القيمة، ولا شك أن الحق مظلة الحق